نحن في مدينة أديرنة التي تعتبر العاصمة الثانية للإمبراطورية العثمانية، والتي فيها المنزل الذي ولد فيه السلطان محمد الفاتح، والقصر الذي خطط فيه لفتح إسطنبول، وقصر العدل للسلطان سليمان القانوني، وجامع السليمية التحفة الهندسية الرائعة لمعمار سنان. أود أن أسرد لكم أمجاد تاريخنا العظيم قبل إشباعكم بأشهى أطباق القصور العثمانية. عاصمة عثمانية عريقة تعلو فيها أصوات التاريخ مع كل خطوة في شوارعها. المحطة الأولى لزوار أديرنة هي جامع السليمية الذي بناه معمار سنان بأمر من السلطان سليم الثاني ليكون قلعة العثمانيين ورمز الأمة الإسلامية التي تمتلئ قلوبها بحب الله منذ ما يقارب 500 عام. يصف معمار سنان جامع السليمية بتحفته الفنية، فقد بدأ ببنائه وهو في 80 من عمره، وهو قلعة الإسلام الشامخة التي لا تتزعزع، حيث ترمز قبة الجامع إلى وحدانية الله، وتمثل نوافذه 99 أسماء الله الحسنى 99، وتعبر نوافذه ذات المستويات الخمسة عن أركان الإسلام الخمسة، وترمز طرقاته الست لمآذنها الخلفية إلى شروط الإيمان الستة، وتشير بوابات مجمعها 32 إلى فروض الإسلام الرئيسية. ولادة ونشأة السلطان محمد الفاتح في أديرنة هو توافق يدفع الإنسان للدهشة، فالمنزل الذي ولد فيه الإمبراطور عام 1432 هو إرث مميز ممتد من الماضي حتى يومنا هذا. أما الآثار المتبقية من قصر إديرنة الذي وضعت فيه خطط فتح إسطنبول فهي إحدى الشواهد على التاريخ. هذه الآثار المتبقية والتي كانت يوما من الأيام منزلا لعدد من السلاطين مثل يافوز سليم ومحمد الفاتح ويلدرين بايزيد وسليمان القانوني تملأ نفوس الزوار بالإعجاب والاحترام. تم تفجير خرسانة الأسلحة الموجودة داخل القصر هذا لمنع سقوطها في أيدي الأعداء خلال الحرب العثمانية الروسية. انتقلت عاصمة السلطنة العثمانية من بورصة إلى أديرنة، ولا تزال حتى يومنا هذا تحمل شعار الإسلام والتنمية الذي اكتسبته خلال العهد العثماني بعد تحريرها من البيزنطيين، لتكون اليوم إحدى أكثر مدننا تطوراً وخاصة في مجال الزراعة وتربية الحيوانات. تحتل أديرنة مكانة مهمة في ثقافة الطهي، ليس بتاريخها فحسب بل بهوائها ومائها وحليبها. فمثلاً جبنة أديرنة الشهيرة هنا لا مثيل لها. الحليب يعني الجبن، والجبن يعني الحليب أيضاً. سنحلب البقر الآن ثم سنصنع الجبن، وسأحضر لكم وجبة محشي الكوسة بالجبن، وهو طبق من العهد العثماني. معنا السيدة ندرت، مرحبا بك. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بخير، كيف حالك؟ شكرا لك، الحمد لله. ما أجمل مزرعتكم، أراضيكم شاسعة وفيها الكثير من الحيوانات سليم، والكثير من الحليب. نعم نعم، تعيشون حياة مريحة بعكسنا. العيش في القرى أمر جميل، وأفضل كوني فتاة قروية حياة القرية هنا عن حياة المدينة، وأنا سعيدة بالعيش هنا. هل هناك ما يعادل متعة حلب البقر وغلي الحليب ومن ثم الاستمتاع بشرب كأس حليب طازج؟ أخبرينا. لا لا يوجد، وأنا أحب لا. ذلك لا. وخاصة جمع القشدة المتراكمة. نعم. وتناولها مع العسل وهو مذاق. نعم. لا يوصف. هل تربية الحيوانات هامة؟ نعم إنها هامة، فنحن نقدم لها العلف والأعشاب كل يوم لتخلد إلى النوم بعد تناولها. حقا؟ نعم، تخلد إلى النوم بعد تناولها العلف وتستيقظ عند شعورها بالجوع. نعم. هل الحيوانات سعيدة؟ إنها سعيدة. لنبدأ الآن بحلب الأبقار ولنتابع حديثنا. حسنا. كم من الوقت يستغرق حلب الأبقار؟ يستغرق حلب البقرة 20 دقيقة. هل تبقى الأبقار في هذه المزرعة أم تطلقونها لترعى؟ تبقى في الشتاء ونطلقها إلى المراعي صيفا. تخرج لترعى مع الربيع؟ نعم، نطلقها مع الربيع. هل يتغير مذاق أو طعم أو لون الحليب عند خروجها للرعي في الربيع؟ نعم. حقا؟ يصبح لون الحليب أكثر اصفرارا. إذن أخبريني، لماذا يصبح الحليب دسما وألذ طعما عند رعي الأبقار في الطبيعة؟ لأن عشب المراعي لدينا مختلف تماماً، ويجعل الحليب غنياً بالقشطة. غالباً تنتقل لذة العشب إلى الحليب. بالطبع بالطبع، ويصبح لذيذاً للغاية. كثافة ونكهة الحليب هو ما يجعل جبنة أديرنة مختلفة. الآن سنصنع الجبن. حصلنا على الحليب الطازج وسنعد الجبن. إذن كيف سنبدأ؟ نسكب الحليب في القدر ونضعه على النار حتى تتشكل القشدة، ثم نتركه حتى يفطر وتطفو كل القشدة على سطحه.
وبعدها سننتقل لعملية التخمير. سأسكب الحليب فوراً. حسناً. بسم الله. سنملأ القدرة بالكامل؟ نعم. رائحة الحليب الطازج رائعة جداً. هذا كافٍ، أليس كذلك؟ نعم. حسناً، سأضعه على الموقد وسنطهوه حتى تظهر القشدة على سطحه. أجل، هل أنتم دائماً تستهلكون كل ما تصنعونه من الجبن؟ كلا، بل نبيعه في السوق. كانت القصور العثمانية تبتاع الحليب واللبن والقشدة من مزارع تربية الحيوانات، وبدأوا من القرن السادس عشر بشرائها من الأسواق، أي أن تقليد بيع الحليب والأجبان في الأسواق موجود في ثقافتنا منذ القدم. بدأت القشدة تتشكل، سأخذ القدر. بدأت القشدة بالتشكل. والآن سنضيف الخميرة بعد أن يبرد الحليب شيئاً ما، وننتظر 15 دقيقة حتى يتخمر، ثم سنصفيه. فتر الحليب جيداً، هل سنضيف الخميرة؟ نعم. حسناً، سأسكب الخميرة الآن. ما الكمية؟ القليل فقط، هذا كافٍ. حسناً، سنحركه الآن. نعم، نحركه لتمتزج الخميرة جيداً داخل الحليب، ثم نغطيه بقطعة قماش ونتركه في مكان دافئ حتى يتخمر. كم يستغرق التخمير؟ ربع ساعة تقريباً. يتخمر فوراً؟ نعم، خلال فترة وجيزة. حسناً، بهذا الشكل. سأغلق الغطاء. الغذاء العضوي ليس مهماً للبشر فحسب، بل مهم جداً للحيوان أيضاً، وحليب الحيوانات التي تتغذى على عشب إدرن الطازج غني لدرجة أن الجبن يصل إلى القوام المطلوب خلال فترة قصيرة جداً، تكفي لشرب كوب من الشاي. آمل أن الجبن قد تخمر. إنه جاهز. لقد تخمر. نعم تخمر. فلنفتح الغطاء. ماذا سنفعل؟ هل نصفيه؟ سأبلل في البداية قطعة القماش بهذا الشكل، وسأفرد قطعة القماش على المصفاة حتى لا تلتصق. كي لا تلتصق. والآن أصبح الخليط جاهزاً. بسم الله، أصبح لدينا الكثير من الجبن. نعم، الكثير منه. سيخرج منه الماء. نعم، والآن سأمسكها بهذا الشكل. كانت منتجات الحليب تستهلك بكثرة في العهد العثماني، في حين وصلت المنتجات وطريقة صنعها إلى أوروبا في سنوات متأخرة جداً عنا. يربي الأوروبيون الأبقار والحيوانات من أجل لحومها بشكل عام، ولم يتذوقوا الحليب ومنتجاته لسنوات عديدة، فقد انتقل هذا المذاق للأجبان ومنتجات الحليب من بلادنا إلى أوروبا. يجب أن نضغطها؟ نعم، نضغطها جيداً. انتهينا. بسم الله. أوه، جبنتنا جاهزة ما شاء الله. سلمت يداك وشكراً لك. سنحضر محشي الكوسة بالجبن، والذي كان يطهى في العهد العثماني. جهزنا الجبن وأحضرنا المواد، وسنحضر طبق محشي الكوسة بالجبن. أعدت الأطباق المحشية في العهد العثماني من مواد عديدة كالتفاح والبصل والكرشة في القرن الخامس عشر، وبعدها الباذنجان والكوسة، وبعدها حضر المحشي من مواد عديدة مختلفة. سنحضر المحشية وسأبدأ بتجويف الكوسة. يمكنك فرم البقدونس بشكل ناعم لنبدأ بتحضير الحشوة. سأقطع الكوسة من الوسط إلى نصفين، وسأترك بعض قطع الكوسة المقطعة بشكل رقيق هكذا لإغلاق فوهاتها، وسأحفر الكوسة باستخدام ملعقة. هل سبق أن أعددت هذا الطبق؟ لا، وهذه أول مرة أسمع به. طبق محشي الكوسة بالجبن هو وصفة قديمة ولذيذة المذاق، وتلقى إعجاباً من محبي أطباق زيت الزيتون بشكل خاص. أنا أحب طعم البقدونس كثيراً، وأعتقد أنه سيضيف لذة. نعم. إلى المحشي ونكهة مختلفة. حفرنا حبات الكوسة، وسأخبركم عن تقنية عثمانية. يوجد داخل حبات الكوسة سائل لزج، لكن عند فركها بالملح يبدأ هذا السائل في الاختفاء، كما يكتسب المحشي مذاقاً أشهى. سأعطيكم أيضاً سراً آخر من أسرار المذاق الشهي. عند تحضير محشي الباذنجان والكوسة، أغمس إصبعي في الفلفل الأسود
أي بهذا الشكل كما أفعل الآن، وأمسح الفلفل داخل الكوسة ليضيف على طبق المحشي طعماً لا مثيل له. ندهن الجوف ببعض الفلفل، يعطي ذلك مذاقاً لذيذاً، وخاصة لأنواع محشي الكوسة. أتعلمين ذلك؟ إنها أول مرة أسمع بذلك وأرى ذلك. كنت أدهنها فقط بالفلفل الأحمر المسحوق ناعماً، لكن لا أعلم بهذا. سأجوف الكوسة وأدهنها بالملح والفلفل الأسود. الآن سنحضر الحشو. فرمنا البقدونس وسأخذ الجبن. سيتفتت بسهولة لكونه طازجاً. يمكننا هرسه باستخدام الشوكة، فلنضع قطعتين. نهرسه بالشوكة. حسناً، سأهرسه. هذا رائع. سأضيف الفلفل الأسود لإضافة النكهة اللذيذة. سنسكب الآن زيت الزيتون، القليل من الزيت، وسأضيف الملح أيضاً، القليل فقط. هيا لنقم بحشها الآن. فلنبدأ. تفضلي الملعقة. حسناً. سنملأ الكوسة بالملعقة، أي كما تحشى الأنواع الأخرى، وسنغلقها بقطع الكوسة هكذا، ثم نصفها جنباً إلى جنب داخل القدر. كان الطهاة العثمانيون متخصصين في أطباقهم الخاصة، ولا يفضلون طهي العديد من الأطباق معاً، لأن التخصص كان أمراً هاماً. كان يوجد في القصور ومنازل كبار القوم طهاة مختصون بالمحشي، وقد قسموا لطهاة المحشي وحلوى البالوظة والحلاوة والأرز، وكانوا يتقنون ما يصنعونه. لا شك أن الجبن الذي صنعناه سيكون لطعمه الشهي أثر كبير. صففنا حبات الكوسة. سأضيف من زيت الزيتون. سأستخدم في طهيه نحو كأسين من مرق اللحم، وهو مكون أساسي في الوصفة. هذه أول مرة أسمع وأرى هذا. تقصدين إضافة مرق اللحم؟ نعم. أضفت المرق. سيمنحه مذاقاً مختلفاً. بكل تأكيد. المحشي جاهز وسنتركه لينضج. سلمت يداك وشكراً. شكراً لك. سننتظرك مساءً على مائدة الطعام. سيسرني ذلك بالتأكيد. إلى اللقاء مساءً. لا حصر للأطعمة الشهية التي يجب تذوقها في إدرن الشهيرة بتاريخها وأجبانها، لكن عندما تكون المدينة نفسها هي إحدى العواصم العثمانية، تصبح أيضاً الأماكن التي لا بد من اكتشافها لا حصر لها. نحن أمام مطبخ القصر الذي خطط فيه السلطان محمد الفاتح لفتح اسطنبول، أي أمام ما يعرف بمطبخ القائد. شهد مطبخ القصر عمليات ترميم بعد تعرضه للزلازل والحرائق، وتم الحفاظ عليه. من القصر الذي كان منزلاً لشخصيات هامة كالسلطان محمد الفاتح وسليمان القانوني والسلطان يافوس سليم ومعمار سنان، سأحضر لكم طبق المطجنة والذي طهي طوال 200 عام. اشتقت كلمة مطجنة من كلمة مطجن باللغة العربية، وقد ذكرت بوصفها حساءً مع كرات اللحم. سنبدأ تحضير طبق المطجنة بإذابة الزبدة وطهي مكعبات لحم الضأن فيها شيئاً فشيئاً. كانت الزبدة تصنع في العهد العثماني من اللبن، وكان اللبن المتبقي في منخضة الزبدة مشروباً محبباً. نحضر طبقنا باستخدام لحم الضأن. كان يحتفل بقدوم الربيع في العهد العثماني بأطباق من لحم الضأن. من بين أطباق اللحوم التي أعدت للسلطان الفاتح هو اللحم مع البيض واللفت والمذكور تاريخياً. سأرش بعض الملح على اللحم بعد البدء بطبخه. سأضيف حبات البصل الصغيرة عندما يحمر اللحم قليلاً. يستخدم البصل تقريباً في جميع الأطباق العثمانية. تستخدم حبات البصل الصغيرة مع اللحوم، ويصنع منها المخلل أيضاً. ويذكر أن البصل الصغير جاء من مدينة غاليبولو في القرن 18. تحمص اللحم والبصل، لذا سأضيف الآن ملعقة من الدقيق. كان الدقيق يستخدم كثيراً في أطباق العهد العثماني، وكانت تستخدم أجود أنواع الدقيق في الحلويات والمعجنات المقدمة للسلاطين.
سأضيف كأسين من الماء بعد تحميص الدقيق بعض الشيء، وأترك اللحم لينضج. كان الماء الذي يشربه السلاطين هاماً، حيث يجلب الذواقة المياه من ينابيع محددة ويقدمون أفضلها للسلطان، وكان يضاف أحياناً قطرات من ماء الورد على الماء الذي يقدمونه. نضج اللحم جيداً، والآن سأضيف التوابل والعسل. كان السماق يستخدم في كافة أطباق اللحوم في الماضي لأنه يسهل عملية الهضم، وتقدم اليوم وجبات اللحوم أو الكباب في جنوب شرق وشرق الأناضول مع أطباق سلطة بالسماق، ويمكننا الآن فهم سبب ذلك. رغم استخدامنا الزنجبيل بكثرة اليوم، إلا أنه كان يستخدم بشكل محدود في القصور العثمانية. ذكرت المصادر أن المربى كان يصنع من الزنجبيل الطازج المستورد من الهند. كما ذكر استخدام العسل في أطباق المطبخ العثماني، والعديد من الحلويات كانت تصنع من العسل. وعند سؤالهم عن سبب صنع الحلويات من العسل، كانوا يجيبون بقولهم: نحن إمبراطورية غنية. سأخلط المكونات بعد إضافة العسل وأرفع القدر عن النار وأتركه ليرتاح. سأضع المقلاة على الموقد وأقطع التين بينما تذوب الزبدة. ذابت الزبدة وسأضيف عليها اللوز وأحمصه لمدة دقيقة أو اثنتين. كان اللوز في المطبخ العثماني من آسيا الوسطى يستخدم في الحلويات، لكن السلاطين أحبوه في طعامهم أيضاً. تحمص اللوز جيداً الآن، لذا سأضيف التين والزبيب. كان الزبيب يستخدم بكثرة في الأطباق العثمانية، كما كان يحتل مكانة هامة في التجارة العثمانية. حمصت الزبيب والتين في الزبدة لدقيقة، سأرفعها عن النار وأبدأ بتقديم الطبق. سأسكب اللحم المطبوخ في الطبق الصيني وأضيف عليه المكسرات والفواكه المجففة ليصبح جاهزاً للتقديم. فن تزيين أدراج وخزائن مطبخ القصر هو هدية مدينة أدرنة إلى القصر. كتبت بعض كتب الطبخ في العهد العثماني من قبل أطباء ذلك العهد، وأشهر هؤلاء الأطباء هو محمد بن محمود شيرفاني. عاش الطبيب شيرفاني في مدينة أدرنة، وعرف بكونه أعظم طبيب عثماني. نحن في مجمع بيازيد الثاني والمعروف بمتحف الصحة. معنا السيد عارف مريش، وسنحضر برفقته اليوم حلاوة دواء المسك التي كانت مصدر شفاء في العهد العثماني. مرحبا بكم سيدي. شكرا وأهلا بكم. شكرا، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ بخير، شكرا لك. منذ متى تعمل في الحلويات؟ أعمل في هذا المجال منذ 41 عاما، ونصنع الحلوى هنا. منذ 41 عاما وباستخدام 41 نوعا من التوابل. وضعنا بصمتنا على التاريخ بحلاوة دواء المسك التاريخية وغيرها من المنتجات التي نصنعها باستخدام العديد من التوابل أيضا. ما شاء الله، 41 مرة. فلنبدأ بتحضير الحلاوة. نعم، هل نحضر القطر؟ فلنغلي الماء من أجل القطر. الماء يغلي. إذن لقد بدأ الماء بالغليان. سأضيف الآن السكر على الماء المغلي لنصنع القطر. حسنا. نعم، جيد. ما الفرق بين هذه الحلاوة وغيرها؟ في هذه الحلاوة نستخدم بياض البيض من أجل صنعها، إضافة إلى خليط توابل مكون من 41 نوعا من التوابل، وإضافة إلى كل ذلك تتميز باحتوائها على المادة التاريخية المسك، والتي تمنحها مذاقا شهيا مميزا. هل تمنح التوابل القوة؟ هناك العديد من البهارات التي نعتبرها دواء لجميع الأمراض باستثناء الموت، وفي حلاوة دواء المسك 41 نوعاً من التوابل، لذا فهي تمنح الناس الراحة والمذاق اللذيذ. ذكرت حبة البركة في الحديث الشريف كعلاج لكل داء باستثناء الموت، فهل نطحنها ونضيفها؟ بالطبع، جميع هذه التوابل التي تراها الآن مطحونة. جمعنا 41 نوعاً من التوابل وأحضرنا المسك أيضاً،
وسنضيف المسك إلى الماء بعد غليانه. انظر، هذا هو المسك، هل شممت رائحته؟ نعم، جميلة. رائحته عطرة، وهذا هو المعنى. فلنضف كمية قليلة جدا منه إلى الماء المغلي. أثناء غليان القطر؟ نعم، بالطبع أثناء غليانه. نضيف قليلا منه وسنشم رائحته الآن. هل ستفوح الرائحة؟ بكل تأكيد ستفوح رائحته في الأرجاء. فاحت الرائحة، بدأت بالفوحان. سنتركه قليلا الآن كي يرتاح وليتخذ مذاقه اللذيذ من تلقاء نفسه ومن المسك طبعا. والآن كسرنا البيض وفصلناه، وهنا سنخفق البياض فقط. حسنا. لاحظت يا سيد يونس أنك تتمتع بيدين قويتين، سأدعك تخفق البياض لنرى ما تستطيع فعله. حسنا، فلنضع بياض البيض هنا لأخفقه وسأخذ أداة الخفق. حسنا، سنخفق البياض. نعم، البياض فقط. هيا اخفقه جيدا. أصبح كالرغوة، يكفي؟ نعم، أصبح جيدا. هل نضيفه إلى القطر؟ نعم، نضيفه رويدا رويدا. حسنا. والآن لنضف بياض البيض. سأحرك المزيج وأنا سأسكبه بهذا الشكل. أهذا ما يمنحه قوامه؟ نعم، يمنحه قوامه. حسنا، يبدأ الآن دور المعلم الخبير. بدأ المزيج يأخذ قوامه. نعم، كما نرى اكتسب المزيج قواما جيدا. حان الآن وقت إضافة التوابل. هل سنضيفها؟ سنبدأ بإضافة التوابل بشكل تدريجي رويدا رويدا. حسنا، القوام أصبح جيدا جدا ورائحته جميلة للغاية بهذا الشكل. انظر، خلطنا جميع التوابل معا داخل الوعاء. نعم، حتى لا نضيف كل منها على حدة بل جميعها. جمعنا 41 نوعا من التوابل وهي تمنحها رائحة رائعة ومذاقا رائعا. التوابل هامة جدا، أعددنا نحو جرام من كل منها وجمعناها جميعا معا. جيد. نعم، الكمية كافية فالرائحة نعم. قوية. ماذا سنضيف أيضا؟ حسنا، سأضيف مسحوق الليمون إلى المزيج. القليل؟ نعم، القليل لكي يتماسك الخليط. فهذه هي كافة المكونات. حسنا، هل أرفعها عن الموقد؟ حسنا، أولا سننتظر قليلا الآن وبعدها ثم سنرفعها وننتظر قليلا. سنغلق الغطاء حتى يختمر المزيج، ومن ثم سنحصل على طبق جميل ناصع البياض. سأضع القدرة جانبا. حسنا، هيا. محمد بن محمود شيرفاني عكس في كتبه المفهوم القائم على أن ما نأكله هو دواؤنا ودواؤنا هو ما نأكله، وقد أدرج في كتابه للطهي فوائد الطعام للجسم إلى جانب المكونات ووصفة التحضير، حيث ذكر مثلاً أن بعض الأطعمة تكسر حصوات الكلى وبعضها يتخلص من العصارة الصفراء، وحتى ذكر أن بعض الأطعمة تساعد على التخلص من الهلوسة. يعتبر هذا الكتاب إحدى الأعمال المهمة والفريدة في العالم. أخي العزيز، الأشخاص المباركون جمعوا بين العلم وبين الإيمان وخلطوا بعضهما ببعض في وصفة فريدة من نوعها، مما ولد كتباً تقرأ منذ قرون عديدة وربما ستبقى خالدة إلى الأبد، لأنهم أشخاص في منتهى الروعة. بالتأكيد، تركنا الحلاوة لتختمر، هل نشرب القهوة؟ نعم سيدي، لنشرب. إذن هيا بنا. هيا بنا. تركنا الحلاوة لترتاح، هل نبدأ بتقديمها؟ بالتأكيد سيدي. رائحتها جميلة للغاية، سأضعها. لقد اتخذت قوامها. حلاوة دواء المسك جاهزة، والتي كانت في صيدليات أدرنة في القرن 15 وفي مطابخ صنع الحلويات في قصور اسطنبول. سنتناولها على المائدة ونتجاذب الحديث. نعم، فلنتناول الحلوى ونتكلم ولتكن الحياة حلوة. بالتأكيد، أراك على المائدة إن شاء الله. سلمت يداك. شكراً. شكرا. ثراء المذاق الموجود على موائد مدينة أدرنة التي كانت عاصمة الإمبراطورية العثمانية لمدة 88 عاماً ما بين عامي 1365 و1453، والتي أحيت ثقافة مطابخ القصور، هي بلا شك حكاية أسطورية. لكن لا شك أن الثراء الحقيقي يكمن في مشاركة جميع هذه الأطعمة الشهية حول مائدة واحدة.
في أدرنة التي كانت عاصمة الإمبراطورية العثمانية أعددنا محشي الكوسة بالجبن باستخدام جبنة أدرنة المشهورة عالمياً، وأعددنا المطجنة التي كانت في القصور العثمانية لمئتي عام، وحمصنا أخيراً حلاوة دواء المسك التي تشفي كل من يتناولها. حان الآن وقت تناول الطعام، على أمل لقائكم مع أطعمة قديمة أخرى في مدينة جديدة. إلى اللقاء وبالصحة والهناء.